próxima. إذا في البداية رحبوا بقيادة كل الحاضرين. أكيد رانا الموضوع هذا متاع الاجتماع هو في الواقع تعريف بجمعية يوم السوليدار، مع أنه بحضور بطبيعة الحال رئيس الجمعية في باريس سي منصف إدوار. بالنسبة لضيفة عندنا مدموزيل ليلى الرياح اللي قامت بالتصور هذايا بتاع سيارة وركشوب اللي وزعناه في أثناء تسعيد المستعاد، وثم النسخ اللي حبي يطلع عليها مساج الموجودين، دونك مشكور على ليلى الرياح. يتمثل جمعية باد نور سونسيد، ديجا لا شمال بدون جنوب، موجودة هوني في السيارة نتاع الوركشوب. وهذا هو ديجا المشروع الرئيسي اللي احنا مجتمعين على خاطره اليوم، معناتها باش ياخذ ديجا نصيب كبير من هذا اللقاء. ممثل الجمعية كيف كيف سي عادل الرديسي، على يمين هو سي محمد الفرج كاتب عام فرع يونغا سوليدار في محبس، بشير الفرج منسق العام يونغا سوليدار في محبس، سي صادق جربي منسق عام مساعد، والآن مرة نكمل سي منصف قدوار. مرحبا بكم في محبس في بلادكم. أنا باش معناها نحكي باسم الأخيان اللي موجودين في الهجرة، أهالي محرس اللي بادروا الفكرة نتاع جمعية يوغا سوليدار انطلقت بعد ما جاونا مطالب من هنا من محرس من المواطنين والهيئات المحلية، على أساس إنه المهاجرين يساهموا في كل ما هو إعانات متوجهة للمدينة على جميع المستويات، معناها إذا كان من ناحية التجهيزات إلى آخره، سواء بالنسبة للبلدية ولا تجهيزات صحية. فعايدنا في رمضان اللي فات اجتماع حول المسألة، وصار نقاش. نقاش هذا هو الأكت برانسيبال، معناها اللي خدمنا عليه هو علاش نفس الطريقة اللي قاعدين نمارسوا بها قبل نرجعوا لها، هي نتضامنوا نمشيو نشريو كهرباء تاع موطة، ولا نشريو تراكتور للبلدية، ولا نصلحوا لمبة، ولا نجيبوا كرسي للمعاقين إلى آخره، ونبعث مواندا، وهذاك هو دور الهجرة. فهمتني؟ احنا معناها وضعنا ماهوش خير من وضعكم على مستوى الاقتصادي من ناحية. الناحية الثانية نتصور دورنا يكون أكثر فعالية إذا كان يكون عندنا منفعة احنا كهجرة في تطوير بلادنا وتطوير منطقتنا. يعني لازمنا نخدموا على مثلا نخدموا على المدى البعيد، ونخرج من منطق الاسيستانات كما نقولها بالفرنساوي اللي ما ينفع حتى حد. واحنا كيف كيف حاجة ولا بزوال موتيفاسيون، يعني ماذا بينا حاجة تحفزنا أكثر باش نحطوا يدنا في البلاد ونخدموا ونعطيوا اللي نجموا. فجات فكرة بناء يونغا سوليدار ونترجموها تضامنية، يعني شكل جديد من العمل، مش شكل جمعياتي كلاسيك ومش شكل شركة خاصة، لكن فضاء يجمعنا الناس كليك باش نساهموا في تطوير بلادنا وباش نستنفعوا كذلك. هذا نعاود الكلمة هذه خطر مهمة جدا، يعني بالنسبة لأنه بالنسبة للناس اللي تحب تعطي مش ملزومة باش تعدى بجمعية يونغا ولا غير لي ستركتور موجودين. أنا فما دي ستركتور كاريتاتيف، جمعيات خيرية موجودة وموجودة في تونس وفي روحها موجودة في تونس كامل، اللي يحب يعاون موجود ما عندوش إشكالية. لكن المساهمة في بناء تونس ما بعد الثورة عندها معنى، معناها لازم تكون مبنية على قواعد صحيحة. قعدنا نلوجوا بصراحة في الأول ضعنا، ما لقيناش طريقة،
ماني نخدموا مع جمعيه باد نور سون سود على مواضيع اخرى في الهجره، جات فكره نتاع ورك شوب هذايا، نتاع ورك استعمال يمسيك بسيك السيف. فالفكره بدات منه الاخت اللي رايحه ارشيتاك يعني مهندسه معماريه وتدرس عم تكمل في مارسيليا في دراستها وعندها علاقه بالاعمال الجمعيات والاعمال والجهات، جات الفكره انه خلينا نعمل تصور معماري للمنطقه. فكرة باهية، حاولنا نسيسوها أكثر. إيش معناتها؟ معناتها تصور معماري مهم، لكن تصور معماري بدون تصور اقتصادي واجتماعي إلى آخره ما عنده حتى معنى. معناها نجم إذا باش نصور المدينة ولا المنطقة غدوة كتصوير كبوستال، مش هذه الحاجة بيه. فإحنا بحاجة لبلاد حية، وهذاك الأساسي وهذاك الصعيب. معناها كيفاش تساهم في مسألة التربية والثقافة والمحيط إلى آخره، وكيفاش تخلق الهارمونية هذه في البلاد. نحن لا تولي عندنا كبلاد كمحرص وكجهة إنه التجاوب على المستوى المدني موجود، رغم التنظيم من ثم الجمع، لكن كي تحكي مع ناس أنا ما لقيت حتى واحد قال لي العكس. الناس كلها ماذا بها تعاون تساهم في بناء البلاد. الفراغ اللي وقع على مستوى الجمعيات وعلى المستوى السياسي لمده 60 سنه ويمكن اكثر، 60 سنه من الاستقلال، لكن النسيان اللي قبلهم راهم تعداو 500 سنه. معناها احنا كنا سوجي كما يقولوا بالفرنساوي، ماهوش مواطن، معناش احنا رعيه، عمرنا كامل عايشين رعيه من اجيال. فلذا صعوبه المرور الى مساله المواطنه يعني كان تولدنا البارح. يعني احنا تولدنا بعد 14 جامعة، هذا رؤيتي. معناها مسألة المواطنة ماهيش موجودة جملة، ما فماش سلطة سياسية حكمت في البلاد من حنا بعد اليوم مارست حاجة اسمها مواطنة. حق الإنسان باش يعبر سواء في المناطق اللي نسموها الداخلية ولا الساحلية ولا غيره، حكاية فارغة. احنا يجونا برشا من هنا من تونس لاباس عليهم وكذا، فما ناس هاجرت لاباس عليها امكانياتها باش تعيش هنا، باش يعيش مواطن اربع ايام يجيو بعد يعمل شهر كل شهرين، فما ناس تجي تعيش المواطنه في الخارج اربع ايام وترجع تشم شويه وقت نفس. فهذا هو الاساسي. معناها يعني تشوف ساعات يجيو توانسه رجال اعمال يميني كما يقولوا، يجي مظاهره في باريس عملتها الخدامه تسب في العراف في الغني. هو شايف تقع عامل كيف، رغم اللي هو بالنسبة لي عدو طبقي كبير، لكن هو اللي يهمه في المسألة أنه فما أخذ ورد وأخذ وعطاء، فما مواطنين البشر كلها كي بعض، وهذاك هو اللي ينجموا يقدموا في المجتمعات ويمروا لمرحلة أخرى. معناها تاع بناء السلم الاجتماعي بين الظفرين ما يتبناه إلا بالطريقة هذه. إحنا نحبوا نعيشوا لا بأس. معناها هذا هو برشا ناس قلقوا في محرص والديار تسرق ويجيو مترمنين وكذا، اللي تعيشوا في عشة بحدا جبانة ولا في جراج ما تصوروش يحس روحه مواطن. نهار اللي يحس روحه إنسان ويحس روحه ولد البلاد تو يضرب عليها بالبوني. ونتصور كلنا عندنا دور في المسألة هذه ونجم نقدموا. الوليدات اللي جاونا الحراقة من مدة عام معناها بعد الثورة اليوم يعتبروا رواحهم بين الظفرين محارسية كذا، اللي جايين من المنطقة كل اللي هنا برشا يعتبروا برانية مش محارسية. كي جاو الغادي ولقاو الوقفه والعينه اللي كذا، حتى الناس تولي تعتز الابارتونونس. معناها مش معناها بمنطق جهوي ولا منطق، لا، الانتماء مش عرقي ولا جهوي، الانتماء ثقافي، الانتماء تعايش. انسان يعيش في محيط يعتز وينتمي للمحيط هذاك اللي يحترمه ويعطيه قدر. فنتصور هذيك القاعده الاساسيه اللي نجموا نبنيو بها بلادنا غدوة. وعندنا فرصة ماهيش موجودة حتى في البلدان المتقدمة، لأنه حتى في البلدان المتقدمة اليوم الممارسة الديمقراطية بدأت تكبر تعبت. نشوفوا الأزمات الموجودة في الخارج. مثلا نعطيكم مثال، صارت انتخابات جهوية في فرنسا لمدة عام تالي، أنا نسكن في سان دوني وقتها، المشاركة 25% في الانتخابات، يعني مصيبة. شنو نسميها الديمقراطية هذه؟ 25% من الشعب شارك، يعني من 25% من الناس اللي عندها حق تصوت، اللي ما عندهمش حق يصوتوا، والشباب الى اخره
يعني ما ساهموش في تحديد مصير البلاد وين لازم المسألة الديمقراطية تطرح تقول إنه فما فعل اليوم فما إشكال كبير إشكال أنا فما خلل البلاد يمكن اللي أكثر عندها إمكانية مش تصنع حاجة جديدة مش تخلق حاجة جديدة بشكل جديد وممارسة هي تونس واحنا كأهل المنطقة أنا بدو في بلادنا بدو في محرص نتصور إذا كان عندنا خرجنا مثلا من معناها تجربة خرجنا مثلا حي يكون النجم يتصدر للمدن الأخرى والمناطق الأخرى نصور حاجة مهمة ياسر فلذا بدينا الخدمة على الموضوع هذاك واقترحنا معناها مجموعة مواد مستديرة تضمها ورشة عمل في الصيف هذاك تدوم إن شاء الله من يعني بين 6 و9 جويلية حتى 15 جويلية مازال ما حددناش الإدارة بالضبط وطلبنا أنهم يشاركوا فيها الناس كلها بدون إقصاء يعني الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى آخره هذه هذايا معناها فضاء مجعول لكل مواطن اليوم الهدف بتاعنا أنه نخرج بحوايج ملموسة يعني نخرج بلجان إلى آخره ركب بلجان باش نحضر الخدمة هذه خاطر خدمة صغيرة وهي سهلة أنا نتصور إنه لازمها مجهود ولازمها برشا وساعة بها مع بعضنا إحنا ما نسأل صعيبة الديمقراطية عشنا في فضاء ديمقراطي أصعب من الديكتاتورية شنو الديكتاتورية ها ولها المسؤولة وغادي هذاك هو الحاكم اليوم ما ثمش الحاكم هي بطاقة